السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على الف خير. كنشكر كل واحد تابونا عندي، كنشكره بزاف. مرحبا بالعائله الجديده، مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. نتمنى ايضا ما تبخلوش عليا بلي لايك، واللي اول مره غيزور القناه ما تنساش الاشتراك ولي لايك ديالكم، محتاجه بزاف للدعم ديالكم. ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الموديل ديال موديل في نفس الوقت زوين، تلبسوا المرضعه والغير المرضعه. غنحتاج لهذا الموديل هو توب اللي عندي، هذا نص ملحف، نص ملحف اللي معروف شحال فيه. كنحتاج ليه، شريت ليه هذا الدونتيل. هذا الملحف فيه جوج الوان كما كتشوفوا، فيه هذا اللون هذا وفيه هذا اللون. خديت هذا الدونتيل على حساب هذا اللون، وخديت هذا الدونتيل هذا على حساب اللون الصغير. وكنحتاج مع هذا الموديل كنحتاج ليه هذه السلسله هذه اللي كتباع، حتى هي هادي كيقول لها انفيزيبل، يعني كتجي ما بيناش مدركه، كيبان غير هذا الرويس. يعني هاد السلسله خاصها تكون في اللون ديال الدونتيل اللي عريت شويه اللي غندير سميتو، خاصها تكون في اللون ديالو تماما، ما كتجيش باينه. وما نطولش عليكم الهضره بزاف، ونبدا على بركه الله. اشنو غادي ندير لهاد الموديل البنات؟ غناخذ الثوب ديالي غنطويه على جوج. كيف ما قلت لكم غندي ملي غنخطوي على جوج، غادي نجي لهاد البلاصه اللي محلوله، غنعبر فيها 40 سنتيم، 40 سنتيم غنطويها على جوج من الجهه اللي محلوله. من الجهه اللي محلوله غادي نطويها، غنطوي الثوب على جوج بحال ما هكا. يعني هاد الجهه اللي مسدوده هي اللي غتبقى ليا هنا في هاد الجنب. من بعد ما كنطوي الثوب ديالي كيف الطريقه اللي وريتكم، كتبقى ليا هاد الجهه اللي مسدوده هي هذه بحال ما هكا. هنا مني كنبدا غنحاول نقاد هاد البلاصه اللي عندي على الثوب، نقاد الثوب على حساب العوجي اللي عندي لتحت. قلت لكم كناخذ الكتاف ديال العبار ديال الكتف اللي عندي انا 21 زائد سنتيم ديال الخياطه هو 22، وكناخذ العبار ديالي بحال ما هكا. كنجي هنا كناخذ 7 سنتيم من هنا، هنا 7 سنتيم، كنزل بهنا، واش واضح لكم ولا لا؟ من هنا لهنا 7 سنتيم، من هنا لهنا 2 سنتيم بحال ما هكا ياك. كنطيحو الكتف هنا بثلاثة سنتيم، اللي بغيت نقول لكم البنات هي ملي كطيحو الكتف. أنا دابا شنو درت دابا؟ مشيت تأكدت من الطول ديال المرا اللي عندي، واش كافيني ولا مكافينيش. حيت كاين شي مرة اللي كاينة شي مرات اللي كنطيح في شي مرا عندها 1.42 ولا 1.40، ملي كنعبر هاد الطيحة اللي غنطيح ديال الكتف غتنقص ليا بزاف. كنحاول ما كنطيحش هاد 3 سنتيم، غير سنتيم ولا كنحاول غير 3 سنتيم، غير سنتيم اللي كنطيح. الا كان العبار كافيني ف 3 سنتيم هي اللي مخيره، خاصكم طيحوا بها البنات. هنا اشنو غادي ندير؟ غادي نطيح الكتف ديالي بحال ما هكا كيف ما كتشوفوا، ها هو الكتف طايح. من هنا لهنا كنعاوتاني كنعبروا من هنا، ماشي من هذا الخط، من هذا الفوقاني، من هذا الفوقاني لتحت كنعبروا 24 سنتيم اللي كنزلوا بها، 24 سنتيم. كناخذ عبار ديال الصدر اللي عندي فيه هو 30 سنتيم، 30 سنتيم كناخذها من هنا لهنا. اولا انا غير بديت كنفسر مزيان باش تفهموا التراسيات ديالي مزيانين. اما انا الطريقه اللي كندير، كناخذ من العبار من هنا لهنا 24، كنحط صبعي بحال ما هكا، كنقلب سنتيم، وكناخذ العبار ديال الصدر زائد سنتيم ديال الخياطه هو هذا. هنا كنجي ننزل من هنا لهنا تقريبا نص المسافه اللي من هنا لهنا ديال الصدر، كنزلها نيشان. ملي كنوصل هنا بحال البيركار دائريه، حيت كنزل من هنا من نقطه الصدر، كنزل من هنا لهنا ب 12، يعني نفس المسافه اللي كاينه اللي كدير هنا 12، كاينه اللي 14، كاينه اللي 16. اللي كناكد لكم هو هنا من 12 ل 16،
راها نفس المسافه. المهم عندي هو اللي كنزل انا من هنا لتحت العبار ديال الحوض او الحزام، من هنا لتحت كنزل ب 32 سنتيم 32 سنتيم اللي كنزل من هنا من نقطه الصدر لتحت 32 سنتيم، كنقلب سنتيم وكنشوف العبار ديال الحزام اللي عندي. العبار اللي عندي اولا الحوض وعندي 32 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 33. اشنو كندير البنات؟ هنا عندي هنا الدخله اللي هنايا اللي كنقول لكم من هنا لهنا 12 سنتيم او 14 فهمتي، حيت المسافه اللي كاينه هنا 12 هنا عندي 12 وهنا عندي 16، يعني نقدر توسط منهم. نقدر هنا غادي ندخل هذيك الدخله اللي عندي، هي انا عندي عندها 29 سنتيم ديال 29 سنتيم، غتجي كلها هذه راها تقريبا عبار واحد. كنزل لاقي هاد الطراسيه ديال الصدر لهادي وكنلاقي هاد التلاقيه مع التلاقيه ديال الحزام. من بعد ما كملت البنات الفوق طراسيه الصدر وطراسيه الحزام ديالي اولا الحوض، اشنو كندير؟ كناخذ العبار ديال الطول، العبار ديال الطول اللي عندي هو هذا الطول. انا الفوق دورت الكاميرا الجهه الاخرى، عندي الطول السيده اللي عندي فيها عندها متر و36، ها متر و36 فين جاتني. وهذا الموديل اللي غندير ليها البنات ماشي هذا الموديل اللي غادي ندير ليها ما دايرش من التحت، يعني ماشي ايفازي داير من التحت، فيه في الفرافر. دابا تشوفوا الشكل النهائي في الاخير. واللي بغيت نقول هو هذا الموديل هذا ما كيبغيش يكون حتى لعند الكعبه، خاصو يكون ناقص على الكعبه. ما كيتلبسش طويل، كيتلبس قصير. قلت لكم البنات هنا عندي انا السيده عندها فيها متر و36، انا غنحيد ديك 6 سنتيم وغندير لها غير متر و30. هذيك 6 سنتيم اللي لتحت غادي نحيدها لها، غندير لها غير متر و30. متر و30 هاي فين جاتني ياك، متر و30 انا ما غاديش نقطع غير متر و30، غنزيد واحد 4 سنتيم. 4 سنتيم ديالاش؟ 4 سنتيم هي اللي ديال الخياطات. هنا غتجي واحد التلاقيه هنا، هاد 4 سنتيم غتفرق ما بين هاد سنتيم هنا وسنتيم هنا وسنتيم هنا، غتفرق ما بين التلاقيات. من بعد شنو غندير البنات؟ غادي نعبر من التحت للفوق، من التحت يعني من الجهه التحتانيه للفوق، من تراسي اللي غادي نتراسي لتحت الفوق غنعبر 24 سنتيم. 24 سنتيم انا غادي نقطع دابا هذه هنا. ملي قطعت هاد العبار قديت العبار اللي عندي، غنقطع عاوتاني هاد التراسيه من هنا لهنا، من التحت من هنا لهنا 24 سنتيم، غادي نقطعها حتى هي. خاصها تكون قاده باش ما يديرش ليا، كنحاول نشد العبار ديالي من هنا، ملي كنقطع شويه كنشد العبار، ها هو غيشد ليا هذا العبار باش تجيني مقاده. هنا راه باقي الثوب ديالي باقي الجهه اللي ملاقيه، باقي ما قطعتهاش ما حيدتهاش، فهموني مزيان. انا راه باقا ما قطعتش الجهه اللي ملاقيه، هاد الجهه اللي ملاقيه هنا راه باقا ما قطعتهاش. الثوب كيف ما طويتو راه باقي ما قطعتش، باقا ما قطعتش الجناب ديالي، يعني هاد الجهه اللي ملاقيه غنكمل انا غنقطع هذيك الجهه كامله. هذيك الجهه اللي كانت باقا شيطه ليا هنا ها هي دابا ولات مع الجهه التحتانيه. كيف ما كتشوفوا البنات هنا راه مازال ما قطعتش هاد الجهه، مازال ما قطعتهاش، مازال ما تراسيتهاش. دابا مني قطعت هذيك الجهه اللي لتحت اللي تراسيتها وقطعت، عاد غادي نشد العبار ديالي بحال هكا كيف ما كنوريكم. غنشد بالسنتيم بحال هكا من الحزام، غندوز على نقطه من الصدر، عفوا من الصدر نقطه الحزام، وغندي السنتيم ديالي لهذيك لتحت باش كيجي تجيني مقاده. هنا تقريبا عندي 40 سنتيم، هنا اللي كانت عندي 40 سنتيم اللي كانت عندي. صافي دابا عاد غنقطع. ملي كنقطع البنات اشنو كندير؟ كنمشي لهادي اللي هي اللي غندخل فيها الدخله هنا باش ما تجينيش طايحه من الجناب، غندخل هذيك الدخله هنا. جي لهنا البنات نص من هنا من النص كنبدا خارجه شويه وكنقطع واحد 3 سنتيم كنخرج بها الضربة. دابا هنا كملت البنات البياسة ديالي، غنمشي لهاد الجهة هادي اللي هنا، غنمشي لهاديك الطرف اللي شاط ليا في الجنب. اشنو غندير ليه؟ غنطويه بحال ما هكا، يعني هاد الجهة هاي الجهة اللي مسدودة اللي كانت عندي غنطويه بحال ما هكا على هاد الجنب،
بحال هكا كيفما قلت لكم ملي طويت الثوب، يعني هنا راه عندي جوج هما هادو وجوج لتحت، يعني هنا راه عندي على ربعه. الجهه المسدوده هي هذه، كنجي هنا كان يعني هنا نيشان هاد البلاصه هذه، كنجي يعني انا غنبداها من هنا نيشان، ما غاديش ندير من هنا، غنبدا هنا غنجي حتى لهنايا، يعني انا انفصل انا على هاد الجهه، غنجي لهنا غنزل ب 10 سنتيم، غنعبر من هنا لهنا التركيز ديالي شحال عندي، عندي انا عندي 29 سنتيم، ها هي 29 سنتيم، 29 سنتيم. ملي غنحط السنتيم ديالي بحال ما هكا مقاد، بحال المسطره بحال هكا مقاد، نصف المسافه من هنا لهنا، نصف المسافه كنخرجوا واحد سنتيم ونص، كنخرجوا دائريا واحد سنتيم ونص حتى نصف المسافه، حتى لهنا حتى النص. من بعد ملي غنوصل هنا النص، غنحاول بحال اللي غندخل واحد شويه ونوصل هاد النقطه لهادي. من بعد هنا كانت راسي انا هنايا العبار ديال الدراع اللي كنشدو، انا ضروري كنشدو العبار ديال الدراع اللي عندي هنا 19، عندي 19 طبيعه الحال زائد سنتيمات ديال الخياطه. العبار ديال الكم عندي هو 42 سنتيم، 42 سنتيم، هاي 42، عندي 42 هنا، 42 سنتيم عندي هنا. مازال عندي التوب هنا، هذاك التوب اللي عندي انا غادي نخليه، غنخلي هذاك التوب اللي شايط عندي هنا كامل، هو اللي غنكفو عليه الكفف عليه كامل. اشنو غادي ندير؟ غناخد العبار اللي خديت ديال راس الكم اللي عندي هو 17، من الاحسن تشدوه حتى هو البنات باش ما تكونوا مرتاحين، كل واحد وكيفاش كيبغي بيجامتو يلبسها، كيفاش العبار ديال اللي بغى. انا عندي هنا 17 زائد سنتيم الخياطه هي 18، صافي. من بعد كناخذ سنتيم ديالي من هنا، كنوصلوا لهذيك النقطه ديال الذراع اللي انا تراسيت. من بعد ما كملت الكمام ديالنا، شنو دابا غادي مشيت باش نفصل الكول ديالي. الكول اشنو غادي نحيد الظهر، بعدا هو الاول نحيد الظهر وناخذ غير الدوفه. ملي كناخذ الدوفه ديالنا البنات، اول حاجه شنو كنديروا، كندخلوا واحد سنتيم ولا سنتيم ولا غير نص سنتيم كاع، على حساب الثوب ديال الملحف ملي كيتصب كيشرب. اما ما كانش الثوب ديال الملحف، سنتيم سنتيم ونص كندخلوا. هنا غادي ندخل انا سنتيم، مني دخلت هاد الدخله هنا شنو كندير، كنجي لهنا كنزل من هنا لهنا 12 سنتيم، عفوا سمحوا لي 12 سنتيم كنزلها في التوب اللي شاد شويه راسو، اما هذا راه كيتزاد ليا الصراحه. التوب ديال الملحف الصراحه فيه مشاكل، ما كيترخى بزاف كيزيدنا في العبار، غنزل غير 11 سنتيم هي اللي غادي نزل هنا. نصف المسافه مثلا هنا عندي هنا، هذه المسافه اللي نزلت من هنا لهنا ياك، نصف المسافه اللي من هنا لهنا خاصها تكون نفس العبار، عندي 7 سنتيم هي 7 سنتيم، كنجي حتى لهنا وكندور كنوصلها من هنا لهنا، النصف ديالها كتجي تقريبا هابطه نيشان، كنجي حتى لهنا وكندور كنقورها باش كنوصلها لهاديك التراسي اللي تراسيت هنا. شنو غندير البنات لهاد الدوفه؟ غادي نشدها محده هي متراسيه بحال ما هكا، محده هي متنيه على جوج، كنشدها كنتراسي النصف ديالي بحال ما هكا باش ملي نبدا خدامه، ملي نبدا خدامه البنات ما كنلقاش مشكل في النص ديالي، كنتراسي بحال ما هكا. شنو كندير البنات؟ يعني عندي سلسله تقريبا فيها 18 سنتيم، انا غادي نقطع 17 سنتيم اللي غادي تجي 17 سنتيم، ما نقطعوش قد السلسله نيشان، 17 سنتيم غادي نقطعو بحال هكا. البنات انا قطعتها،
يعني على حساب علاقه السلسله، ما تفوتوش السلسله البنات. انا اللي كنأكد لكم قل من السلسله بسنتيم عندكم. كما قلت لكم البنات الطريقه السهله باش كنفصل الدوبلور ديال الظهر اولا الدوبا، كنطوي الطرف ديال التوب اللي عندي، كنجيب الدوبا ولا الظهر يعني بحال 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 الدوبا بحال الظهر، كنحطو نقادو نشوف واش كافيني ولا ما كافينيش. كان كافيني مزيان كان ما كافينيش، خاصني نقلب على شي واحد اللي يكفاني من طروفه للشيطان. شي ملي حطيته غنقطع عليه. كنحيد الظهر، كنحيدو عندكم تقطعوا عليه، كنحيد الظهر صافي. كناخذ العبار اللي عندي هنايا، يا اما 4 سنتيم 6 سنتيم على حساب التوب، على حساب التوب اللي عندكم وصافي. دابا كملت البياسه ديالي في الفصاله، يعني الفصاله ديالها سالات. نتلاقاو في الماكينه ونوريكم طريقه الخياطه ديال هذا الموديل. ما تنساوش لي لايك. من بعد ما جيت الماكينه اول حاجه درتها البنات هي سرجيت البياسه كامله، سرجيتها من هذه البلاصه، هذه الدوفا اللي عندي، سرجيت ديك البلاصه اللي حليت كيف ما كتشوفوها انتيكم مسرجيه، خاصها تكون مسرجيه. اول حاجه غندير هي نركب السلسله. الصباط ديال السلسله ركبت الصباط ديال السلسله، كنتمنى كلشي يكون عارف الصباط ديال السلسله. ركبت الصباط ديال السلسله ديالي اللي سميتو. غادي نحط السلسله، هاد السلسله هي انفيزيبل يعني الوجه ديالها هو هذا، القفه ديالها ها هو كيفاش داير، يعني هاد القفه هو اللي غيكون الفوق ملي غنبدا خدامه. غادي نركبها على هاد الجهه هادي، غنبدا من هنا بسم الله على بركه الله. غنحط السلسله ديالي. اول حاجه كيفاش غنخدمها، غنحلها شويه باش ما يجينيش داك الديفو ديال السلسله حيت فيها الغلط. غادي نحط غادي نخدم بحال هكا على السلسله نيشان. ملي كنوصل هنا كنهز البره شويه وكنرجع السلسله فين كانت، نحاول كاع نحيدها بحال هكا الخيط باش ما يتسدش ليا، باش ما يتشدش ليا نشد الخيط شويه لهاد الجهه بحال هكا باش نرجع السلسله تطلع على بلاصتها صافي. وكنكمل كنحاول هنا هاد البلاصه البنات، هاد البلاصه هنا، هاد البلاصه هنا كنحاول شنو كندير ما تيتكونش هنا العرض بزاف، يعني هنا واخا دخلت هاد السنتيم هنايا نص سنتيم قد هاد السلسله، ولكن هنا خاصني نحاول نبدا غدا وكنخرج شويه شي كما كيبان لكم هنا على هاد الحافه هادي، على هاد الحافه هنايا تخرج كما كتشوفوا كي غدا نص سنتيم غدا وكنخرج بحال غنخرج ازيرو هنايا. كنوصل كنسالي هنا كنبيكي البره بحال ما هكا، كنحط البره كيف ما كتشوفوا كنتمنى يكون واضح. كنبيكي البره شنو كندير، ملي كنبيكي البره كندورها عندي شويه، كنهز الصباط وكنمشي لتحت هذه البلاصه تحت من السلسله لهذيك التوب اللي تحت منها، كنحاول نكراني واحد الكرانه اللي كتمشي نيشان كضرب حدا البره، كنكراني هاد الكرانه اللي كضرب حدا البره. الخدمه ديال السلسله ديالي بحال ما هكا كيخرج هنايا كيبقى غير واحد شويه، يعني كنشد تقريبا غير ما يبانش غير السرجي. كنبيكي البره، ومني كنبيكي البره كنهز هاد السلسله هادي بحال ما هكا، كنهزها يعني كما راك غيكون باين ليكم قدامكم، غنهز السلسله بحال ما هكا ونكراني هاد التوب، نكراني بالمقص نوصلها لجهه البره فين انا حاطه البره، كنضرب بالمقص حدا البره. من بعد ملي كنخدم كنقاد البياسه ديالي مزيان بحال ما هكا اللي غتكون مقاده بحال ما هكا مقاده. نكمل لكم، غنحط الكاميرا في بلاصتها ونكمل لكم كيفاش شنو غادي ندير. كما قلت لكم البنات باش تفهموا اكثر، هاد السلسله ملي غادي نقلبوها، ملي غنقلبوها راه غتجي فوق من التراسيا اللي حنا تراسينا النص ديال الثوق ديالنا اللي تراسيناه ملي كنا كنفصلو، تراسيناه فين غنخدموه، غتجي ملي غتقلبي راه غتجي قاده معاه باش ملي غتجينا الخدمه مزيانه ما غاتجيش السلسله عوجه، خاصها تكون قاده مع هذيك التراسي. كنخدم عاوتاني كنخدم واحد الضريبات غير صغيورين غير فوق السلسله، غير نفوت السلسله للبلاصه اللي غنخدم فيها
البلاصه اللي غنخدم فيها عاوتاني اللي غندور عليها اللي غتجي على السلسله هنا على الحافه ديال السلسله هي فين غنبيكي البره. ملي غنبيكي البره غنحط البره غنهز المقاس ديالي غنخشيه تحت من السلسله يعني في التوب اللي تحت من السلسله وغادي نكراني على حد البره فين محطوطه البره حيت انا مهبطه البره غنكراني على حساب البره. من بعد ملي كنكراني كنشد البياسه ديالي كندورها على هاد البلاصه اللي بقات لي هنا هذه كنعاود كنلاقي هذه مع هذه يعني باش كدور حتى كنقادها البنات مزيان كنقادها بحال هكا صافي وكنخدم عادي كنخدم السلسله ديالي مزيان كنوصل عاوتاني للنصف هنا وكنحاول نهبط البره باش ما يجينيش داك العيب الفوق كنحاول نهبط. من بعد ما كملت السلسله ديالي في التركاب كيف ما كتشوفوا هي كيفاش كتجي ملي كنسالي السلسله ديالي ملي كنسالي السلسله تركب السلسله كنبدل الصباط بعدا ديال نرجع الصباط عادي وكنبدا نركب الدونتيل كنحاول نشوف الوجه البنات هاد الظهر هاد الوجه كنمشي هنا كنتني واحد نصف سنتيم هنا وكنبدا نحط الدونتيل خاصك تحطي على راحته وتخدمي وانتي كدوري معاه وكملي كنوصل هنا كنحل السلسله شويه من بعد كنوصل للراس هنا للراس السلسله هنا فين كاينه السلسله كنخدم نيشان حتى هنا حتى للراس وكنبيكي البرا وكندور كندور الدونتيل اللي كيجي تقريبا فوق من السنينات هاد السنينات هادو ديال السلسله غادي يجيو فوق منه ولكن الخدمه راه غادي تكون بعيده شويه على السلسله المهم الدونتيل راه فوق السلسله البلاصه اللي غندورو فيها كنخدمو هنا كنقنتوها وندورو بحال ما هكا وكيف ما خدمت هاد الجهه كندور وكنلقى غدا وكنقاد السيفه ديالي بحال ما هكا كنبقى خاصها تكون ملاقيه بحال ما هكايا ملي كنجي فوق السلسله عاوتاني غادي نوريكم شنو كندير فوق السلسله. مني البنات كنخدم حتى لحد هنا وكندور كنجي للسلسله مني كنسرح هنا قريب للسلسله هنايا كنخدم كنغلب الدونتيل كنغلبو بحال غنغلبو فوق من هاد الجهه الاخرى غادي نغلبو قد ما غلبتي قد ما مزيان كنغلب الدونتيل حيت السلسله مني كتخدمي بالصباط كتدفعوا لك لهاد الجهه كتدفعوا الا درتي حطيتي نيشان بحال ما هكا حطيتو نيشان بحال ما هكا مقاد غتغلبوا لكم غتجي خاويه اللهم غلبوا نتوما من الاول غلبوا واحد تكون واحد نص سنتيم اللي كتكون بحال فوق من سميتو وكتخدموا شويه ملي توصلوا بلاصه السلسله راه ديروا معها الخاطر حتى تخدموها بشوي صافي كنوصل هناك ديما هبطوا السلسله لتحت ملي تهبطيها دابا راه محلوله هنا عاوتاني غلبوا الدونتيل على السلسله نقطه اخرى البنات نوريها لكم هي هاد التنيات هادو انا تنيت هاد البلاصه هنايا ونعاود نوريكم التنيه هنا هاد التنيه ملي وصلت ملي كندورو نحطو الكول ديالنا عادي شي نحطو الكول ديالنا داير وكنخدمو هاد الخدمه ملي كنوصلو قبل ما نوصلو هنا كنتنيو التنيه ديالنا ونحاولو التنيه اللي غتجينا والتوب مرتاح ما فيه لا تكماش لا والو والتنيه هنا تنيتها الفوق هنا عاوتاني ملي غنجي هنا غنحاول عاوتاني ها انت كنحط الكول ديالنا بحال هكا وكنشوفو التنيه فين غت نفس العبار ديال هاد التنيه غنتني انا هنايا والبياسه عندنا هنا مسرحه ماشي نتنيو تنيه كبيره اولا بحال هكا خاصنا نتنيو تنيه تكون مقاده مع هادي ونفس بجوجهم يكونوا الفوق ماشي وحده نتنيها هنا وواحده نتنيها الفوق بجوجهم كيتناو في نفس الجهه بحال ما هكا ويكونوا تقريبا فحال نفس العبار ماشي تقريبا فحال الا جا شويه شي مرات كيجي شويه ديكالاج شويه ماشي مشكل ما غاديش يبان صافي كنكمل الخدمه بحال هكا كندوز ندور باش نبيكي هاد البلاصه بحال نبيكيها مزيان كويسه صافي من بعد ما كملت البنات خدمت هاد الدونتيل هذا
كنخدم هذا الدونتيل الاخر اللي كنخلي واحد 2 سنتيم اللي ما بين هذا وهذا، كنخلي واحد 2 سنتيم كنخدمو بحال ما هكا، كنجي لهنا كندور صافي، كنتبع معاه بحال ما هكا كلها، كندور نفس العبار، كنت ما غادي كندور معاها مقاده نفس العبار كامله ونرجع لكم. كيف ما شفتوا البنات، ها انتما من ركبت الدونتاي ديالي ركبته بحال ما هكايا، دورته واحد نفس المسافه كما قلت لكم، دار تقنت مع سميتو وخدمته عادي حتى دورته كامل. دابا الضوفه ديالي كامله، شوفوا البنات من بعد ما كملت لكم ايماج ديالي بحال هكا، من بعد ما كملت الكمايم ديالي ركبت هذه بحال ما هكا وركبت الثانيه اللي خدمتهم بجوج، من بعد من وراها اشنو كندير، كناخذ هذا الطرف اللي قطعت لتحت اللي كان طويل وقطعته لتحت، الطرف اللي فيه 24 سنتيم البنات اللي قطعناه لتحت كنشدو، كنبدا نشد هنا الماكينه نص سنتيم وكنبدا غدا وكنكمش، كندير التكماش بحال ما هكا شويه تكماش وكنجر تحت الماكينه شي كيف ما كتشوفوا، كنكمل شويه وكندفع تحت الماكينه. من بعد ما كملتها ها انتم كيفاش كتشوفوا، جات كلها مكمشه بحال ما هكا فهاد لي بلي، بحال لي بلي ولكن ماشي بليات، يعني عير تكماش، كنكمش وكنخشي تحت الماكينه، كنكمش وندفع الماكينه سميتو تحت الصباط، شي كيفاش كتجي صافي. من البنات كنكمل كنركب لي مونش، كنركب كنلاقي البياسه الضوفه مع الظهر، كنركب لي مونش كنسد جهه وحده، جهه وحده اللي خاصنا نسدو ياك. نوريكم الطريقه انا باش كنخدم بعدا هاد البلاصه حيت ما كنوريهاش في الفيديوهات بزاف، هاد البلاصه ديالكم ملي كنكملوا اي موديل خدمنا البنات ودرنا شي سفيفه اولا دونتيل اولا اللي خدمناه هنا، ملي كنلاقيو هاد البلاصه هنا كنتكيوها بحال هكا وكندير واحد لاريتمو، وهاد التكيه فين غنتكيوها جهه الظهر، ديما كتكون كتشوف هذيك التكيه جهه الظهر، بحال دابا انا عندي الضوفه هنا الفوق، يعني بغيت نديرها لجهه الظهر خاصني نتكيها لهاد الجهه، يعني الجويه بجوج يكونوا يشوفوا جهه الظهر، هنا كتكون الخدمه مزيانه وما كتحلش كلشي بحال هكا صافي. ملي كندير سميتو كنمشي لهنا، كنمشي لتحت وكنركب ديك هذيك التفرفيره اللي القطعه ديال الثوب اللي درت لها التفرفير غادي نركبها هنا، هي هذه اشنو غادي ندير، غادي نركب غنجي من راس لهنا اللي الجهه اللي بقات محلوله، غنجي غنركب غنبداها بحال هكا الوجه كيشوف في الوجه، جهه التفرفير هو اللي غادي يكون على البياسه، كنبدا بحال ما هكا وكنعبر البياسه لهاد الجهه اللي فيها التفرفير اللي فيها درت فيها هذيك بحال تكماش، غنعبر النصف ديالو بحال ما كنعبر النصف ديالو، نشدو بحال ما هكا بايدي انا شاده دابا النصف، وكنمشي النصف ديال البياسه هي اللي فيها هذيك الطلاقيه اللي الجهه اللي مونطيت، وكنحاول نديرهم نص مع النص بحال ما هكا. غادي يجيكم هذيك التكماش غيجيكم شويه صغير، شنو كندير ملي كنبغي نديرو غيجيكم صغير والبياسه كبيره، كنبدا نحاول نحل بشويه بشويه نطرطقها بحال دابا، غادي نطرطقها شويه هنا من بعد شويه نطرطقها بحال هكا بحال هكا، الا كان عندكم جوج ونص في الثوب راه غادي يجيكم كافي، انا دويت على نص الملحف يعني راه صغير صافي، كنطرطق شويه شويه باش كتجي ما تجيش فيها التفرفير بزاف صافي، كنبقى نحل حتى كنشوف هاي دابا مثلا حليت شويه تباعت كل بلاصه حليت فيها شويه حتى ولات حتى كفاتني دابا هكاك، لاقي بحال ما هكا واحد سنتيم اللي غادي ندير، ملي نمشي للجهه الاخرى حتى هي كنشدها كنعبروا مع بعضياتهم، لقيتها صغيره حيت هي ضروري غنلقاها صغيره مادام هذه صغيره الاخرى راه صغيره، حتى هي نفس القضيه غير كنطرطقها شويه، هذوك الترطيقات اللي كنحاول نفكها شويه كيكونوا متباعدين باش ما يبانش العيب صافي. ملي نكمل نوريكم من بعد ما البنات لاقيتها، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي ملاقيه بحال ما هكا، كتجي تفرفير كاين هنا، شنو غندير دابا لهاد سميتو، كنطيح السورجي الفوق ماشي السورجي كنطيحو الفوق، يعني كندوز الخياطه على الجهه اللي على الجهه الفوقانيه ماشي الجهه اللي فيها التكماش، ولكن الفوق كنطيحها الفوق ونخدم عليها هذاك الدونتيل
هاد الجهه هاد على الفوق كنخدم كنلصق هاد الدونتيل هنايا كندور عليه كامل صافي كنسدها كندير تكفيفه هنا صغيره كندير تكفيفه ملي كنسدها كنكف تكفيفه هنا سنتيم اللي كنكفف كندور بها كامله ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. الشكل النهائي البنات شوفوا كيفاش جا، نتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما البنات كيفاش جات من التحت، كتلبس زوينه كتجي في اللبسه. صراحه انا كتعجبني بيجاماتي كلهم تقريبا بحال ما هكاك، كندير لهم بحال ما هكاك، كيجيو قصار وكيساعدوا على المراه على الشقاوه، داكشي ما كيجيوش بحال الاخرين طوال. المهم انا وريتكم غير الديكور من الفوق، اللي بغات دير هذا يعني بقى اختياري، اللي بغات ديروا غديروا، اللي ما بغاش ديروا ما ديروش. المهم عندنا هو كيفاش تخدم هذا الموديل، كيفاش تخدمت يعني انا درتو خصيصا وريتو للمرضعات اللي كترضع وبغات تكون مرتاحه. كفكره ان السلسله راه ما كتبانش، كيبان غير هذا الرويس زوين هنا ما كيبانش سميتو. اللي اول مره غادي يزور القناه ديالي نتمنى من الله ما ينسانيش بالاشتراك ومن لي لايك، ما تنساونيش من لي لايك، نتمنى من الله يعجبكم. وهنا نقول لكم السلام عليكم الى موديل اخر وشكل اخر ان شاء الله.